بتاع ربيع الازايز ال 310 معانا 5 الوان مختلفه، 3 منهم نازلين ست مع بعض، وازازتين كل ازازه نازله بعلبه صغيره لحفظ معلقه او شوكه تقدري تحطي فيها نظارتك، تقدري تستخدمي فيها تستخدميها الادويه بتاعتك في الشنطه، يعني استخداماتها كتير جدا. الجراب او العلبه اللي مع الازازه تقدري تستخدميهم للسناك معاكي في شنطتك، تحطي فيها قطعه كيك، تحطي فيها بسكوت ليكي او للاولاد. هي مميزه بان هي نفس لون الازازه، او نستخدم الازايز اللي هي ست على بعضها. معانا كمان الفلاير القديم اللي كان معانا الاسبوع اللي فات، اللي هو فلاير الازايز الميه بكل احجامها. معانا الازايز اللتر، معانا ازازه لتر ونص، معانا ازايز ال 750 3 الوان مختلفه مع بعض، بينزلوا ست في كرتونه، او 750 فرداني اللون الاورنج او اللون التركواز. ومعانا كمان الازايز ال 350 كذا لون، معانا اللون الاورنج، ومعانا لون كمان، معانا كمان الازايز ال 350 اللون الاورنج واللون الابيض اللي بغطا احمر.